أهلا وسهلا بكم في المنصة التربوية السورية، معكم المدرسة مها خضور من مدرسة الشهيد فيصلدي. أهلا بكم أصدقائي، سنتعرف بداية عليكم، تفضل. الرفيقة الطليعية سليم خضور. أهلا يا سليم. الرفيقة الطليعية آية حمدان. أهلا يا آية. الرفيقة الطليعية حلا شعبة. أهلا. الرفيقة الطليعية محمد بواب. الرفيقة الطليعية أحمد صقور. أهلا. الرفيقة الطليعية شهد حمدة. الرفيقة الطليعية حمزة صقور. أهلا وسهلا بكم في المنصة التربوية السورية. أصدقائي، درسنا اليوم في كتاب العربية لغتي مجال استماع. أصدقائي، لنشاهد هذا المقطع، انتبهوا جيدا إليه لأننا سنتناقش بمضمونه بعد قليل، لنصل إلى العنوان. الآن أصدقائي، ماذا شاهدتم في هذا المقطع؟ حلا، أبنية قديمة، مسارح ضخمة، وتماثيل حجرية. أخفضي صوتك قليلا، تابع. وقبب عالية وأبنية عالية. أحسنتي، يكفي. حمزة أيضا، جدران مزينة بالفسيفساء. أحسنت، أين سمعنا عن الفسيفساء؟ أين تعلمنا عنها يا أحمد؟ في الدراسات الاجتماعية. أحسنت، في مادة الدراسات الاجتماعية، هل تذكرني بتعريف الفسيفساء؟ هي حرفة استخدام القطع الصغيرة من البلور أو الجرانيت والزجاج لإنتاج أشكال فنية مختلفة. رائع رائع، لقد تعلمنا عن هذه الحرفة قبلا في مادة الدراسات الاجتماعية. هذه الأبنية أصدقائي، هل هي أبنية قديمة أم حديثة يا حلا؟ قديمة البناء. قديمة البناء، لماذا هي قديمة يا سليم؟ لماذا تبدو قديمة؟ لأنها لا تشبه أبنيتنا الحديثة. أحسنت، لا تشبه أبنية، لماذا يا آية لا تشبه أبنيتنا الحديثة برأيك؟ لأنها تعود لفترات زمنية قديمة استخدموا خلالها المواد والإمكانيات. أحسنتي أحسنتي، في تلك الفترات أصدقائي لم يكن موجود الإسمنت والحديد ومواد البناء الذي نستخدمها الآن منها، كان موجود حجارة ضخمة وصلصال ومواد بدائية تحتاج إلى جهد كبير ووقت كبير في بنائها. أصدقائي، إلى أي فترة تعود برأيكم هذه الأبنية؟ هل هي قديمة كثيرا؟ حمزة. نعم قديمة كثيرا. أحسن، من بناها برأيكم؟ أجدادنا القدماء. أجدادنا القدماء. أصدقائي، هذه الأبنية والمسارح الضخمة برأيكم هل هي تعود إلى فترات استخدموا خلالها آلات حديثة؟ محمد. لا، بل أدوات بسيطة. بل أدوات بسيطة، ماذا تطلق؟ ماذا نطلق عليها هذه الأشياء؟ الآثار. الآثار، لماذا نسميها آثار يا شهد؟ لأن الآثار هو مصطلح، يطلق لكل يطلق على كل ما تبقى من ممتلكات مادية للأجيال القادمة. أحسنتي، للأجيال القادمة. ما فائدة هذه الآثار يا حمزة؟
تعطينا فكرة أعلى لو سمحت. تعطينا فكرة عن الحقبة التاريخية القديمة وشكلها وطبيعتها وتربط الماضي بالحاضر وبالمستقبل. تربط الماضي بالحاضر والمستقبل. سليم، كيف تربط آثارنا الماضي بالمستقبل برأيك؟ لأن معرفة الإنسان بالماضي والحاضر تمكنه من رسم مستقبله ومستقبل الأجيال من بعده. أحسنت، تستطيع من خلال معرفة ماضينا أن نرسم مستقبل أجمل لنا ولأجيال من بعدنا. أصدقائي الصغار، إن الآثار ليست شيئا ثانوي في الحياة، بل لها مكانة عالية جدا وقيمة كبيرة. هي أولا وقبل أي شيء دليل مادي على وجودنا على هذه الأرض العربية. مثلا أصدقائي، فلسطين العربية لولا التراث والآثار العربية والإسلامية الموجودة في هذه الأرض لما استطعنا أن نثبت أحقيتنا بهذه الأرض، ولا شك جميع العالم بأحقيتنا بهذه الأرض. الآن أصدقائي، بعد هذا الحوار الذي جرى بيننا، برأيكم عن ماذا سيكون مضمون أو فكرة درسنا لهذا اليوم؟ آية، عن الآثار. أيضا فكرة ثانية أحمد، عن تاريخ أجدادنا. أيضا حمزة، تراث أجدادنا. أصدقائي أحسنتم، درسنا اليوم هو بعنوان كنوز الأجداد. استمعوا الآن إلى النص التالي أصدقائي، وانتبهوا جيدا والتزموا بقواعد الاستماع السليمة. من يذكرني بقواعد لنتذكر سويا؟ محمد. انتباه إلى المتحدث وبعد المشتتات الشعورية. أحسن، ما هي هذه مثلاً ما هي المشتتات؟ الأقلام والدفاتر. أي شيء ممكن أن يشتت انتباهنا أثناء الدرس. أيضاً من يتابع؟ عدم مقاطعة المتحدث وعدم التكلم أثناء الاستماع. أحسنت، إذن سنلتزم بهذه القواعد جيدا أثناء استماعنا لهذا النص، ثم سنتناقش بمضمون هذا النص بعد الانتهاء منه. أخيرا ما لفتت نظري تلك الأعمدة المتربعة وسط الساحق الكبيرة في المدينة، وجدتني أسأل نفسي، ما الفائدة من الآثار وما سر الاهتمام بها؟ سألت المعلمة هذا السؤال فتوجهت إلي بالسؤال الآتي: هل جدك على قيد الحياة يا سمير؟ أجبت: لا، فقد توفي منذ سنوات. قال: هل تحتفظ بذكرى منه؟ أجبتها: نعم، إني أحتفظ بساعته وبعض كتبه. ابتسمت المعلمة وقالت: ولماذا تحتفظ بأشياء لجدك وهي قديمة؟ أجبتها: تعبيرا عن حبي له وتخليدا لذكراه. وهنا قالت المعلمة: وهل تقتصر آثار الأجداد على هذه الأشياء؟ بالطبع لا، بل تشمل كل ما تركه لنا الأجداد من مدن وقلاع وحصون ومسارح وغيرها. ثم سألتنا قائلة: ما أهمية هذه الآثار ولماذا نحافظ عليها؟ وأعطتنا فرصة لنتحاور في زمن محدد ثم نعرض إجاباتنا. بعد انتهاء الوقت الذي حددته لنا ناقشتنا فيما توصلنا إليه، ثم قال: توصلنا معا يا أبنائي إلى أن للآثار أهمية كبيرة، فهي التي تربطنا بأجدادنا وتطلعنا على ما تركوه من علوم، وتضع بين أيدينا تاريخهم المشرق وحضارتهم التي سطعت على البشرية. ثم تابعت قائلة: ما الذي تفعله الدولة لتحافظ على هذه الآثار؟ قال مراد: تحرص على صيانتها وترميمها. وقالت سحر: وتحميها من السرقة أو الأذى الذي قد يصيبها. المعلمة: هل عرفتم يا أبنائي فائدة الآثار وقيمتها؟ قلت: نعم يا معلمتي، فأنا أفتخر بانتمائي إلى بلد قدم للعالم إنجازات علمية وثقافية لا نظير لها، وهذه آثارنا دليل على تلك الإنجازات.
هل استمعتم جيدا؟ نعم. من الذي طرح الفكرة بداية؟ أحمد؟ طالب سمير. الطالب سمير، ماذا لفت نظر صديقنا سمير؟ ما الذي كان يلفت نظره؟ حمزة؟ الآثار. الآثار، كيف رأى بالآثار؟ هل الآثار جميعها؟ نعم. إذن الأعمدة المتربعة وسط الساحة، إذن رأى أعمدة ولفتت نظره أنه لماذا هي موجودة أو من الذي بناها أو لماذا نحن ما نزال نحتفظ، لماذا نحتفظ بها؟ من سأل ليستفسر عن هذا الموضوع؟ من سأل؟ آية. طالب سمير. من سأل؟ لمن توجه بالسؤال؟ المعلمة. سأل معلمته. كيف أقنعته بالفكرة معلمته؟ محمد. بما احتفظ لجد من تراثي وأغراض جده. أحسن، سألته هل تحتفظ بشيء من تراث أجدادك؟ وسألته لماذا أنت تحتفظ؟ برأيكم لماذا كان يحتفظ بها؟ لماذا قال لها؟ آية. تعبيرا عن حبه لجده. أحسنتي. وتخليدا لذكرى. إذا أحسنتي، تعبيرا عن حبه لجده وتخليدا لذكرى. ما هي المناطق الأثرية التي أعطته أمثلة عليها المعلمة؟ أم سليم؟ مدرج جبلة. مدرج، مدرجات أيضا. حمزة؟ قلاع، مسارح. أحسنت. تماثيل، كتب. أحسنت. آية. مدن، قلاع. حلا. مدرجات. أحسنتي يا حلا، شكرا. إذن لقد استمعتم جيدا، هذا واضح من خلال إجابتكم الدقيقة على الأسئلة. أولا استمعنا إلى النص، أكمل الفراغات التالية. فائدة مفرد جمعه. محمد. فوائد. أحسنت، فوائد. فوائد، من يذكرني بقاعدة هذه الهمزة؟ سليم، ما نوع هذه الهمزة في كلمة فوائد؟ همزة متوسطة. همزة متوسطة، لماذا كتبت على شكلها؟ كتبت همزة متوسطة، لا كتبت همزة متوسطة، كتبت على نبرة لأن قبلها حرف ساكن وحركتها الكسرة، والكسرة أقوى من السكون فيناسبها الكتابة على نبرة. أحسنت، أحسنت يا سليم. ننتقل إلى السؤال الثاني. آثار جمع مفرده شهد. أثر. أثر، أحسنتي، أحسنتي. يتحدث النص يا حلا عن آثار بلادنا وأجدادنا. آثار بلادنا وأجدادنا، أحسنتي. الشخصية التي أثارت الموضوع في النص يا أحمد. طالب سمير. أحسنت، الطالب سمير. سنقترح عنوانا للناس، من يقترح لي عنوانا آخر؟ حمزة. تراث الأجداد. تراث أجدادنا. آثار من وطني. آثار من وطني، عنوان رائع. آية. كنوز من وطني. كنوز من وطني، أيضا عنوان رائع. سنستمع مرة ثانية للناس، المقطع الأول، وأريدكم أن تنتبهوا جيدا للنص، لأنني سأعيد الأسئلة عن مضمونه مرة ثانية. المقطع الأول. ما لفتت نظري تلك الأعمدة المتربعة وسط الساحة الكبيرة في المدينة، وجدتني أسأل نفسي ما الفائدة من الآثار وما سر الاهتمام بها؟ سألت المعلمة هذا السؤال فتوجهت إلي بالسؤال الآتي، هل جدك على قيد الحياة يا سمير؟ أجبت لا، فقد توفي منذ سنوات. قال هل تحتفظ بذكرى منه؟ أجبتها نعم، إني أحتفظ بساعته وبعض كتبه. ابتسمت المعلمة وقالت ولماذا تحتفظ بأشياء لجدك وهي قديمة؟ أجبتها تعبيرا عن حبي له وتخليدا لذكراه. وهنا قالت المعلمة وهل تقتصر آثار الأجداد على هذه الأشياء؟ بالطبع لا، بل تشمل كل ما تركه لنا الأجداد من مدن وقلاع وحصون ومسارح وغيرها. ثم سألتنا قائلة ما أهمية هذه الآثار ولماذا نحافظ عليها، وأعطتنا فرصة لنتحاور في زمن محدد ثم نعرض إجاباتنا. بعد الآن المقطع الأول، إذن لاحظنا كيف أعطته مثال
لاحتفاظه بذكرى من جده. سنجيب إلى الأسئلة التالية. أبين سبب احتفاظ سمير بأشياء جده القديمة. أحمد. حب لجده وتخليدا للذكرى. أحسنت. حبا بجده وتقديرا لذكرى. أحسنت. وضحت المعلمة للتلاميذ بعض أنواع الآثار، من يذكر لي بعضها؟ حلا. مدرسة، قلاع ومدن. أخفضي صوتك، أخفضي صوتك. الزاحف و أيضا ساعدها محمد. مساجد، قلاع. أحسنت. نضيف أنواع أخرى من عندي، من يضيف لي أنواع أخرى لم يذكرها، لم تذكرها المعلمة؟ الكتب، المدن، المعاجم. المعاجم أحسنت، تعتبر تراث. كتب، هناك الكثير من الكتب. هناك أيضا لدينا تراث شعبي، قصص وحكاية، هذه تعتبر كلها من الآثار. أحسنتم. لننتقل إلى المجموعة الثالثة ونجيب. أبين أهمية الآثار في رأي المعلمة، ما رأيها؟ كان حمزة. لأنها تربطنا بأجدادنا وأصلاعنا على ما تركوه لنا من علوم ونضع بين أيدينا تاريخهم. أحسنت. لأنها تربطنا بأجدادنا وتدلنا على ما تركوه من العلوم وتضع بين أيدينا تاريخهم المشرف. اذكر ما تفعله الدولة للمحافظة على الآثار. ماذا تفعل دولتنا لتحافظ على هذه الثروة الوطنية؟ آية. حمايتها من السرقة وترميمها الدائم. أحسنت، حمايتها من السرقة وترميمها الدائم. ما ماذا يعني كلمة ترميم؟ هل هي تصلح لأي شيء كلمة ترميم حمزة؟ لا، فقط للآثار. فقط للآثار والأشياء القديمة، مثلا يكون لدينا منزل قديم، لا نقول نصلحه، نقول نرممه، لأن الترميم يعني تعديل البناء، أما التصليح فهو قد يحتمل إعادة بناء من جديد. تمام؟ اذكر إذن ما تفعله للمحافظة، صيانتها وترميمها وحمايتها من السرقة. من يعطيني أيضا أمور لم تذكرها المعلمة تقوم فيها الدولة لحماية آثارنا؟ ماذا؟ حمزة. تجريم تجريم كل من يحاول تخريبها أو تهريبها أو سرقتها. أحسنت يا حمزة. أكمل الفراغ فيما يأتي. نحافظ على آثار بلادنا لأنها. بعد هذا النقاش يجب أن نعلم مباشرة. لماذا يا أحمد؟ لأنها دليل على عظمة أجدادنا وتاريخهم المشرف. أحسنتي. إذن لأنها أيضا سليم. لماذا نحافظ على آثار البلاد؟ لأنها تاريخ يروي لنا ما فعلوه الأجداد لنا. رائع يا سليم. إذن لأنها من خلال الآثار نعرف حياة أجدادنا، نعرف طبيعة حياتهم الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، من كل شيء. إذن هي أيضا مصدر فخر أمام الأجانب وتجذب السياح، مما ينشط السياحة في بلدنا. أصدقائي، لنتسابق سويا ونتذكر من النص كلمة تدل على الزمن. بسرعة. السنين. أيضا ملايين. أيضا ملايين، ليس ملايين السنين تدل على الزمان. أحسنتي. أيضا كلمة تدل على الزمان، تذكروا. سألت؟ لا، على الزمان، تدل على الزمان. سألت فعل أم اسم سليم؟ سألت فعل. أحسنت. من سنوات، ألم تتذكر؟ الماضي، الحاضر، كلها كلمات تدل على الزمان. مكان، كانت مليئة بكلمات التي تدل على المكان. شهد. مدن. أيضا حلا. قلاع. محمد. حصون. أيضا حمزة. مساجد. أحسنتم. فعل مضارع، من يتذكر فعل مضارع ذكر في النص؟ شهد. يحميها. أحسنت. أيضا ترميمها. فعل أم اسم؟ اسم. كيف عرفت أنها اسم؟ كيف نميز بين الفعل والاسم؟ ماذا نضع؟ نضع آلة التعريف. هل تقبل ترميمها آلة التعريف؟ لا. حاول أن تضع لها كلمة ترميم. الترميمها لا تقبل. هل قبلت أم لم تقبل؟
الترميم. آية، ما رأيك، قبلت أم لا؟ قبلت. إذن هي فعل أم اسم؟ فعل. فعل، أحسنتي. إذن سنضع تحميها. فعل ماض. محمد. مات. أيضا. سليم. سألت. أيضا. هل تعرف لي كلمة سألت يا سليم؟ فعل ماضي مبني على السكون للاتصال بتاء الفعل متحرك، والتاء تاء الفعل متحرك ضمير متصل في محرفة وفعل. رائع يا سليم. استبعد الفكرة. إذن استبعد الفكرة التي لا تنتمي إلى النص. ماذا يعني أنها لا تنتمي إلى النص؟ ماذا يقصد بهذا السؤال محمد؟ لم تدخل، لم تذكر أو لم ترد معناها في أثناء النص الاستماع. حوار التلاميذ حول أهمية الآثار، المواقع الأثرية في الجمهورية العربية السورية، الافتخار بكنوز الأجداد. شهد. المواقع الأثرية في الجمهورية العربية السورية. المواقع الأثرية في الجمهورية العربية السورية. أضف فكرة جديدة للحفاظ على الآثار في بلادي. ما هي الفكرة التي أضفتها الآن حمزة؟ تجريم كل من يحاول تخريبها أو تجريم كل من يحاول تهريبها أو تخريبها أو سرقتها. الآن أصدقائي سنقوم ببعض الأنشطة بعد أن قمنا بهذا الحوار وتعلمنا الكثير عن آثارنا. لدينا 3 أنشطة سأقسمها عليكم. سينقسم كل اثنان لمجموعة ويقوم كل مجموعة بتنفيذ نشاط. سليم، ماذا ستنفذ النشاط؟ هل ستحدثنا عن مكان زرته أم موقع أثري أم ستقوم بحوارية مع أحد؟ سأقوم بحوارية مع أحد. أحسن. إذن ستقوم أنت وآية بحوارية سويا. أيضا ستتحدثون المجموعة ب حلا محمد أحمد ستسمو أثرا وتحدثوني، قد قمتم بزيارته وتحدثوني عليها عنه. حمزة ستقوم بتجهيز قائمة بالمواقع الأثرية التي تود زيارتها. سأمنحكم 5 دقائق لتحضروا النشاط ونعود سويا. وأنت جالسة حلا. يلا اجلسي اقتربي قليلا هنا أيضا. خلاص يلا اقتربي. فهمتم؟ أفكار رائعة. جيد يا محمد، شاركوا حلا معكم بأفكاركم. أحسنتم. أيوة تذكروها، هلا تتكلمون بصوت عالي. من ينتهي يرفع لي يده. انتهيت حمزة وشهد. أخبرنا حمزة، ما هي القائمة التي جهزتها لزيارة المواقع الأثرية التي تنوي أنت وأصدقائك لزيارة المواقع الأثرية؟ بصوت عال لو سمحت. أنا وأصدقائي خلال الصيف. انتظر قليلا لنستمع الآن سويا مع بعضنا، لنستمع الجميع، ننتبه جميعنا. محمد يلا. قررت أنا وأصدقائي خلال الصيف القادم أن نزور ونتعرف برج صافيتا وقلعة الحصن ومدرج بصرة ومدرج جبل الأثري والمسرح الروماني في شابه ومدينة أفاميا ونواعير حماة وقلعة حلب وقلعة دمشق وقصر العظم، لأنني أتمنى أن أتعرف على تراث وحضارة أجدادنا وأتعرف على طبيعة حياتهم من خلال ما خلفوه لنا. أحسنتم، مشاريعك كثيرة ولكن أهنئك لهذه الروح الجميلة التي ترغب بمعرفة آثار بلادها جدا. أحسنت يا حمزة وأحسنت يا شهد. محمد، ما هي المكان الذي زرته وتريد، الأثر الذي زرته وتريد أن تخبرني عنه أنت وأصدقائه؟ قلعة الحصن. هذه القلعة لديها جدران كبيرة. أعلى لو سمحت. هذه القلعة لديها جدران كبيرة سور يحيط بها لحمايتها، بالإضافة للأبراج العالية التي كانت تستخدم لمراقبة الأعداء
إنها القلعة العظيمة قلعة الحصن الشامخة. أحسنت أحسنت، قلعة شامخة كسائر قلاع دمشق وسوريا كلها. أيضا حلا وسليم، آية وسليم، ما هي الحوارية التي ستخبرون عنها؟ ما رأيك آية أن تجلسي مكان حمزة كي يكون الحوار وجها لوجه؟ صباح الخير، لماذا كنت غائبا عن المدرسة اليوم؟ لأنني كنت ذاهبا رحلة مع والدي. هل كانت رحلتكم جميلة؟ نعم. إلى أين ذهبتم؟ إلى مدينتي، مدينة جبلة، وزرنا مدرج جبلة. يا إلهي كم هذا جميل، أخبرني القليل عنها. هي بناء أثري ومسرح روماني على في مدينة جبلة على شاطئ البحر المتوسط، وهو من أجمل الأبنية الرومانية، وهو معلما سياحيا يستحق الزيارة، وأدعوكم يا أصدقائي جميعا لزيارته. أحسنت أحسنتم، شكرا لكم يا أصدقائي، شكرا لهذه الروح الجميلة. أشكركم أصدقائي لحسن انتباهكم، وأهنئكم وأقدر لكم هذا الحس الوطني والوعي الوطني الذي لمسته عندما تحدثتم عن أجدادكم وافتخاركم بأجدادكم. بارك الله بكم أصدقائي، وسدد الله خطاكم.